صحيح. منذ تاسيس النادي الآلي سنه 1907 تلاقي الناس كله عارف حتى لو 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 انت عندك اراء شخصيه وبقيت رئيس النادي الآلي بتجد نفسك محكوما بدستور اللي صحيح. احنا بنقول عليه اللي هو بيحكم هذا المكان فده في حد ذاته انا بقول يعني ما حدث مؤخرا من من تكريم للنادي الآلي في هذا المجال وإعطائه شهاده الايزو انا بقول ان هو اقرار رسمي بالامر الواقع صحيح, صحيح. يعني اذا جاز تعبير قد يقول قائل او يسال سائل يعني أستمال نعم. طب وهل النادي الاهلي بحاجه أه. الى مثل هذا النوع من الشهادات حتى وان كانت تمنح من شركات أه. محليه ودوليه أه. لتاكيد انضباطه وعمله الاداري ولا هو بيكون أه. النادي عايز أه. يراجع أه. منظومته ويتاكد انها متسقه بالزبط. مع العلم والنظم الاداريه بالعكس حاكم. بقى ده تاكيدا لكلام حضرتك هذه اللجنه او هؤلاء المراقبين والمفتشين كان بالاضافه لان هم اقروا ان النادي الآلي يستحق هذا هذا اللقب يعني او هذه الجائزه قالوا ان هناك بعض الملاحظات والنادي الآلي رحب بيها يعني مجلس اداره النادي الآلي ما قالش لا احنا عندنا كله تمام يعني طبعا. أنا عايز اقول انه الشيء جميل انه لما حد يلفت نظرك حتى لو انت تسعين خمسة وتسعين في مظبوط او تسعة وتسعين في 1% في واحد في المية او خمسة في المية انت محتاج ان انت تطوره محتاج ف... تجود فانت هنا ما انتش محتاج الشهادة بان انت اداريا مظبوط يعني انت لم تسعى اولا لانك تحصل عليها بشكل انه في نوع من التفاخر ابدا احنا امبارح كمان كنا بننوه الحقيقة اول امبارح انه لما تقرر النادي الاهلي يخضع لعمليه المراقبه والتدقيق الموضوع ده تم في شهر يعني عاده المؤسسات بتستعد قبلها بسنه لكن أه انه الاداره يعني. التنفيذيه تقول انا مستعد وفي خلال شهر يبدا بالزبط. المراجعين تدقيق ومراجعه ال ويجدوا, ويجدوا كل يوم كل شيء منضبط طبعا يبقى ده دليل على ان انت بتطبق هذه القواعد مش مش لمجرد ان انت تاخد لقب يعني هسالك سؤال او حاجه موازيه ليها انت بتاخد الدوري العام في كرة القدم. صحيح. هل خططت له موسم او اتنين او اربعة. لا. لا. عشرات. انت السنين. عندك عشرات السنين. رؤية. رؤية معينة موجودة. وشيء حتى بيبقى موجود جوه اللعيبة. جوه الاداريين. الكل بيبقى منتمي وبيحترم جدا وجوده جوه النادي الاخر. صحيح.